لكم يا مستمعين الكرام في حلقة ثانية من برنامج راديو Forever Together. اليوم سيكون موضوعنا البشرة والشعر وكيفية الاهتمام بهما. لهذا سيكون يعني موضوع راح يهتم بها النساء. راح نبدأ ونستقبل الاتصالات ثم نجاوب على الأسئلة المطروحة. نستقبل أول اتصال ونقول ألو، مين معنا؟ ألو، تفضلي. أنا سارة. تفضلي يا سارة. وعندي ابنتي عمرها 14 سنة وحب أطول شعرها، يعني كنت يعني تعطوني نصائح باش تطول شعرها وتكون صحية ومتوفرة في الأسواق. شكرا. نعم يا سارة، سنجاوبك. الآن نستقبل ثاني اتصال ونقول ألو، من معنا؟ ألو. تفضلي. أنا ناريمان. تفضلي يا ناريمان، سؤالك. عندي بشرة دهنية وفيها بزاف لي بوان نوار وحابة نعرف شنو هو العلاج. نعم يا ناريمان، سنجاوبك أيضا. نستقبل ثالث اتصال ونقول ألو. ألو. نعم، اسمك؟ معكم إسراء. تفضلي يا إسراء، وشنو هو سؤالك؟ سؤالي هو اني عندي بزاف بثور وحب شباب وانا مراهقه وعاد يعني يحرجني ويزعجني، حابه نعرف شنو هو العلاج واش راح ندير لو سمحت. نعم يا اسراء، سنساعدك بدون شك. الان نستقبل ثالث اتصال ونقول الو. الو. تفضلي، مين معنا؟ معنا نار. تفضلي نار، ما هو سؤالك؟ سؤالي هو انه عندي بزاف شعر جاف وحابة نعرف شنو هو العلاج دي. نعم سنجاوبك بدون ادنى شك. شكرا يا نار. الان سنجاوب على الاسئلة. اول سؤال كان وصفة لتطويل الشعر، فهو يتم خلط مقدار 4 مقدار البيض مع ملعقتين زيت خروف وتوضع على الشعر لمدة يوم كامل، أو اخلطي مع الحناء الزبادي زيت عسل زيت خروف بيض زايد ملعقة من أي زيت، زيت زيتون أو زيت اللوز. الآن سنجاوب على السؤال الثاني واللي هو كان عن البشرة الدهنية. يعني إذا كانت بشرتك دهنية وحتى لم يكن لديك حب شباب، قد تشعرين بحاجة بشرتك مع منتصف فترة ما بعد الظهر لتجفيفها بالمحرمة أو بتصحيح مكياج ببودرة مضغوطة. طبعا في هذه الحالة لا ينصح بوضع المزيد من الزيوت على جبهة لامعة، لكن زيت بذور العنب يمكن أن يساعد حقا على تنظيم إنتاج الزيوت الطبيعية للبشرة. بالإضافة إلى ذلك فهو غني بالمواد المضادة للأكسدة بما في ذلك الفيتامين سي الذي يشرق البشرة. السؤال الثالث اللي كان عن بثور وحب الشباب، عنده حل واحد واللي هو زيت شجرة الشاي الذي يوضع على الوجه. الآن السؤال الرابع اللي كان عندي شعر جاف، حابة نعرف شنو هو العلاج ليها. يستخدم الفرجل كمغذي جيد لشعر الجاف عن طريق عمل شامبو مكون من قشور الفرجل الطازج، والذي يتم إعداده بغلي قشور نصف الفرجلة في كوب من الماء لمدة ربع ساعة والتصفية والتبريد، ثم إضافة زيت جوز الهند والجلسين بمعدل ملعقة لكل منهما لنقيع الفرجل والرج الشديد والاستخدام للشامبو. كما هناك علاج آخر للشعر الجاف واللي هو امزجي صفار بيضة مع ملعقة من زيت الخروف وافركي شعرك ثم اغسلي بالماء الساخن مع قليل من عصير الليمون ثم بالماء العادي للشعر. الآن راح نقول أهلا بالطبيبة صابين اللي راح تجاوبنا على بعض الأسئلة العامة، لكن قبل ذلك راح نولي بعد الفاصل. استمتعوا بالفاصل. Wake up in the morning.
morning feeling like P. Diddy. Hey, grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming back. I'm talking pedicure on our toes, toes. Trying on all our clothes, clothes. Boys blowing up our phones, phones. Drop top and playing our favorite CDs. Pulling up to the parties. Trying to get a little bit tipsy. Don't stop. الفاصل وراح نقول اهلا بالدكتورة سابين اللي مختصة بامور الشعر والبشرة. نعم يا سابين تفضلي. بونجور. بونجور. نحوسك يعني تجاوبينا للاسئلة العامة اللي تطرح في العيادة تاعك. الشعر الخشن والباهت. كاينين نساء يرهقوا بزاف شعر تاعهم بالصباغات المتتابعه وما يخليولوش الفرصه للراحه، و يعني الحنة للشعر، وهذه تعمل تغليفه وتعطيه قوه، فيمنع تغلغل الصبغه. فإذا هاجمت شعرك بالصبغة بعد وضعك مباشرة الحناء، فإن الحناء ستدافع عدة مرات والصبغة تهاجم فيرهق الشعر ويتعب ويحترق ويصبح كالليل. نعم، وهكذا يعني باللي الشعر المرأة يعني لازم له راحة لمدة يعني 6 أشهر كامل حتى يستعيد الحيوية، حتى انه لازم ما تعرضوش لاي ماده كيميائيه. وش هي هما الحلول يعني في هذه الفتره؟ وش لازم تعمل؟ عندنا اولا قص الشعر باستمرار. دوزيامون عمل حمامات زيت لشعرك، وكذلك حمامات حنا باللبن الزبادي، يعني كاس من اللبن الزبادي مع نصف كاس حنا ناعمه تخلط ثم توضع على الشعر ويترك لمده ساعتين حتى يجف ويغسل الشعر. ثالثاً حماية الشعر من مجففات الشعر. رابعاً الشعر الذي لا يتجاوب مع حمامات الزيت، في أحيان كثيرة قد لا يستفيد الشعر مع ما نضعه عليه من زيوت أو كريمات، ولمعالجة ذلك يجب مراعاة ما يلي. ديري الزيت على شعرك وهو نظيف. تسخني الزيت قبل وضعه على الشعر، وذلك بوضعه في إناء ووضع الإناء داخل إناء آخر فيه ماء مغلي مع تحريك الزيت، أي لا نضع الزيت مباشرة على النار. ندير أطراف الأصابع في الزيت ثم ندعكي به فروة الرأس أي منابت الشعر. صبي مقدار ملعقة من الزيت في وسط الرأس، ثم وزعي الزيت على بقية الرأس ليصل إلى كل منبات الشعر. فليس المهم أن تمسكي الشعر وتملئيه بالزيت، وإنما المهم هو فروة الرأس. قومي بتدليك فروة الرأس من 5 إلى 10 دقائق إلى أن تشعري بحرارة في فروة الرأس، على أن يكون المساج من فوق الجمجمة ومن أعلى الرقبة وعلى الجانبين على الأذنين. أحيطي شعرك بغطاء بلاستيك ثم ضعي عليه منشفة بعد تبللها بالماء الحار لتساعد في تفتيح المسام ودخول الزيت للجذور. اتركي الزيت على شعرك ساعتين ثم اغسليه بالشامبو ثم اشفطيه. ولتفتيح لون الشعر أضيفي قدرا من عصير الليمون إن الماء عند شفط. شكرا يا دكتورة سابين على هذه النصائح المهمة. الآن راح نقول لكم إلى اللقاء، شكرا على استماعكم وإن شاء الله يعجبكم الموضوع في حلقة أخرى. إلى اللقاء ومع السلامة.